نادين، اللي ربى خير من اللي اشترى. وانا وانت صحاب بقالنا كتير وعارفين بعض كويس. نجيتك لحد هنا اكيد وراها حاجه انت لازم تكوني مستفيده منها. ايه هي؟ طول عمرك بتفهمني وبفهمك من بص. صحيح سلمى طلبت مني اننا نصالحكوا على بعض، بس انا الصراحه مش مقتنع. اقنعك ازاي؟ انت كنت تعرفي حاجه عن الحوار ده؟ لا خالص، انا معرفش حاجه، بس بصراحه الكلام ما دخلش دماغي. وانت كنت مندفع قوي وصرفت زي الاطفال، بدل ما تقعد تتكلم معاها وتفهم منها سبت لها البيت ومشيت. كنت عايزين اعمل ايه يا بني ادمه؟ كنت عايزين اجيب سلمى مثلا ونقعد نتناقش وندرس ازاي كان في حد غريب مستخبي في اوضه نومنا وهي مش قايله لي؟ وحتى لو قصه اختها دي بجد برضه غلطانه، ازاي تخبي عليا موضوع زي دوت؟ بلاش الرسائل اللي بتجيلي على موبايلي دي، كنت عايزين اعمل ايه قدام كل دوت؟ اهي الرسائل دي بالذات بتثبت ان هي مش بتخونك، والمستفيد الوحيد منها هو اللي بيبعتها لك. شوف انت بقى مين اللي بيبعتها لك. نادين بلاش تعيشي الدور ده عليا، عيب. انا برضو كريمه. دور ايه؟ دور الصاحبه الجدعه اللي خايفه عليا وجايه تنور لي طريقي علشان انا يا حرام مش شايفه كويس. وانت بين كل كلمه وتانيه بتلقحي انك ماسكه عليا زله. لا ومش بس كده، كمان بتنفي ان مراتي اللي هي صاحبتك ما تعرفش حاجه عن الحيوان اللي كان مستخبي فوق، وانك بتشككي في ان كل دوت من دماغ مايا، مش كده؟ انا لا بشكك في حد ولا بنفي التهمه على حد. اصل محدش هيفهمك قدي. انت مش هتعملي كل دوت لله وللوطن. ما تجيبي من الاخر وتقولي لي مين فيهم حرقك قوي كده وعايزه تولعي فيه؟ سلمى ولا مايا ولا الاثنين؟ انا مش هرد عليك. واتش إت، ما تخليش حاجه تفوتك.